السوداني، شايف الاجواء ازاي؟ وازاي لعيبه النادي الاهلي اللي راجعه مع المنتخب اكيد في احباط كبير جدا على المستوى النفسي، ازاي يقوموا تاني؟ ازاي موسيماني يشتغل ان خلاص يقفل الصفحه ديت؟ والموضوع مش سهل على فكره، انه لازم تقفل طبعًا الصفحه دي وتركز مع ناديك، لان كمان مباراه فيصليه في مشوار النادي الاهلي. اكيد. شوف رقم واحد، لعيبه الاهلي اكيد عندهم من خبرات انهم يقدروا يفصلوا في ده، كمان ان منظومه النادي الاهلي تقدر تفصل. عايز اقول للعيبه دي كمان يا جماعه، لو لا قدر الله لم توفقوا، يبقى انتوا في اقل من اسبوع خرجتوا من بطولتين، وبطولتين كبار، دور الابطال على مستوى الانديه وكاس العالم على مستوى المنتخب. فاعتقد يعني ما حدش مستحمل الكلام ده كله، كفايه حاجه. اللي حب حذر منتخب مصر او النادي الاهلي منه في المباراه دي، وعفوا يعني بقول الكلام ده، ان دايما الهلال السوداني او فريق الهلال السوداني الشقيق او المفترض انه شقيق، دايما يفتعل الازمات كل ما التقى بالنادي الاهلي بدون مبرر وبدون اي حاجه خالص. تلاقي مثلا يعني هو عارف ان الفار مثلا غير معتبر في دور المجموعات، بيطالب بالفار. طب هو يعني ال 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 الكاف هيجيب لك انت فار لوحدك؟ يعني ما هو كل الماتشات اتلعبت في الاربع مجموعات بدون فار، اشمعنى انت؟ يعني هو دائما وابدا للاسف الشديد جدا يختلق المشكلات. حتى في مباراه الدور الاول وطلعوا، انا بصرف جدا المسؤولين بتوعهم يطلعوا يقول لك ومللنا من مجامله الكاف للاهلي. انا عايز اعرف مل ازاي وهو النادي الاهلي واخد 24 بطوله قاريه وانت صفر بطولات قاريه؟ يعني مل من حصول النادي الاهلي على البطوله. بالظبط، انت اذا كنت مليت فانت مليت من مشاهده النادي الاهلي وهو بيحصل على البطوله، ودائما ابدا يفتعل الازمات. انا ما بحبش الكلام ده، وبحذر لعيبه النادي الاهلي للاسف الشديد تحديدا فريق الهلال السوداني، رغم ان هو فريق كبير وعظيم وله كل التحيه والتقدير، دايما يفتعل مشكلات ويخرج بره المباراه. يعني انا حابب بس يعني قبل ما تقفل القصه دي، انا حابب اقول ان مواجهتهم مع النادي الاهلي كانت، تعالى نشوف ترتيب المجموعه برضو. نفتكر مع حضراتكم ترتيب مجموعه النادي الاهلي، ودي طبعا المباراه الاخيره، يعني المباراه الاخيره في هذه المجموعه، وطبعا كل التوفيق لنادينا النادي الاهلي. اكيد الامور صعبه مش سهله، لكن كلنا طبعا ثقه في لاعبتنا. كل بس الرساله ببعتها لعيب المنتخب، اكيد كلنا محبطين، اكيد كلنا زعلانين، لكن خلاص دايما لعيب الكوره يبص لقدام ويبص للخطوه اللي جايه، والخطوه اللي جايه طبعا خطوه مباراه صعبه امام فريق الهلال. طبعا صن داونز ضمن الصداره يعني في المركز الاول ب 13 نقطه، النادي الاهلي في المركز الثاني بسبع نقاط، الهلال اربع نقاط في المركز الثالث، المريخ باربع نقاط في المركز الرابع. نتمنى ما يكونش في مفاجآت، لان لغايه دلوقتي طبعا النادي الاهلي هو الاقرب ان شاء الله للوصول. ايه اللي يعمله النادي الاهلي؟ بنتكلم على المستوى الفني شويه، موسيماني يشتغل المباراه ازاي؟ قتل المباراه من بدايتها، قتل المباراه من بدايتها. لان انت اي وقت يعني ايه النتيجه، طالما هي تعادل المنافس عنده امل. انا بكون بكل امانه يعني بتكلم كرويا، ان انت طول ما المباراه بالتعادل، انت يعني مثلا خد التعادل او الفوز يعني. بالظبط، خد انت تجربه مثلا الجزائر والكاميرون، الدقيقه 124 بيجيب جون، لكن لو كان مثلا الجزائر للاسف كان متقدم مثلا بهدف ثاني، فخلاص ما يفرقش معاه ان يجي له الجون اللي هو على طريقه القاضيه ممكن دي. فانت كان المفروض موسيماني والنادي الاهلي يحسموا المباراه مبكرا، يقتلها مبكرا بهدف، مش هقول اكتر من كده، يعني ان انت تبقى متفوق حتى اللحظات. ودايما اللي بيقلق في الموضوع ان دايما لو انت نازل عندك اثنين اوبشن. أيوة. انا ساعات بخاف من النقطه دي بصراحه. بالظبط، يعني انت عندك يعني تعادل يا نكسب، وبالتالي نادي الهلال ما عندوش الا هدف واحد. صحيح. هو الفوز، فعشان كده الضغوط عليه هو مش عليك انت. انت صدر الضغوط دي، وعندك استفاده بالعنصريه الارض والجمهور، تقدر تتفوق من البدايه. وانت لو سجلت هدف، المتاكد النادي الاهلي يقدر هو يتوتر اكتر، فانت تبقى عندك تقلب انت الايه، مش اللي هو طول ما النتيجه 0-0 انت في توتر. يعني منتخب السنغال رغم قوته والفريق الافضل في القاره الافريقيه، شفت الشوط الثاني كان عامل ازاي؟ لان النتيجه 1-0 لو كانت لا قدر لك 2-0 كانت تعمل له اريحيه اكتر. في الوقت اللي يا دوبك ربع ساعه بدانا نمسك فيها كرة، هم يعني انت وصلت كتير ورحت كتير، وصلت في الشوط الثاني، فحسيت ان هم لا متوترين، لان بالنسبه لهم عشان كده للاسف الهدف بتاعهم كان مبكر. يعني عارف انت لو الهدف ده مثلا اتاخر حتى الشوط الثاني، كان هم بقوا زادوا اكتر اربكا. فعشان كده على النادي الاهلي نستفيد من مباراه مصر والسنغال ومباراه الجزائر والكاميرون، ويقتلوا المباراه مبكرا، ما يعتمدش خالص على نتائج، سواء حتى مباراه تونس ومالي. هو اي نعم تونس فازت في مالي 1-0، لكن المباراه كانت 0-0 لحد الدقيقه الاخيره، او انتهت اصلا 0-0، فيما لو لا قدر الله كان مالي سجل جون كان قلب قلب، يعني كان ما تعرفش ايه اللي هيحصل، ضربه ترجيح. كلنا ثقه في لعيبتنا يعني. وكلنا ثقه في النادي، يقتل المباراه من اولها ان شاء الله. محسن بنشكرك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا كالعاده. طبعا بعد الفاصل كمان عندنا فقره مميزه جدا في المحترف، نتكلم على فقره التحليل الفني لنجوم العالم،
اتكلمنا في الفقره دي مع الناقد والرياضي ومحلل الاداء الاعلامي محمد الباز، اتكلمنا عن تشيلسي واتكلمنا على نجوم كبار زي ليفا و لكن النهارده كمان هنتكلم على اعتقد اغلى لاعب في العالم الان يمكن بعد امبابي او مع امبابي، هالاند، لعيب طبعا بروسيا دورتموند. هنتكلم ايه ليه سعره وصل 250 مليون يورو اللاعب هالاند لاعب بروسيا دورتموند. هنشوف بيتحرك ازاي، بيجيب اجوان ازاي، نقط القوه عنده ايه، سرعاته ايه، من خلال التحليل الفني مع نجمنا التحليل الفني العالمي محمد الباز بعد الفاصل.